بين مدينة مكثر والفروسية قصة عشق وفرح تتوارثها الأجيال، نافسوا في عروض المشاف والمداوري وفي تربية الجياد العربية الأصيلة. فعلا هو في ظرف استثنائي صحي، وخاصة ظروفنا المادية مش هي، عملوا قامت الدورة 8 نظرا للظرف الصحي وجائحة كوفيد 19 اللي تمر بها البلاد السنة، بمجهودات ذاتية تنجم تقول حبينا نعملوا الدورة هذه لإحياء التراث وتثمين الموقع الأثري كما تشوفوا، وشوي متنفس للأهالي بعد الضغط اللي صار عليهم. مهرجان الفروسية بمكثر عادة إلى عشاقه في دورة ثامنة بعروض تنشيطية وفرجوية احتضنها الموقع الأثري مكتريس، وتابعها جمع غفير من أبناء الجهة وزوارها. هي وهكا يقالوا أنها هواية نتاع ملوك، ماشي هواية نتاع يحبوا الفروسية، وهكا كيما ترى بالرغم للمهرجان، المهرجان مش في وقته. تعلمت الفروسية على بابو جدي، على مالي بابو جدي مليانة صغير ونحبها برشا. الدورة الثامنة من هذه التظاهر الثقافية تهدف إلى تثمين المخزون التراثي بالجهة. هذه مهرجان، هذه أصلنا وتاريخنا. الفروسية متسمية في خط أول على شيرة مكثر، هذه مهرجان وهذه لمة عالمية وحلوة برشا، وفرصة باش العباد تنفس فيها وتعرف تاريخها وأصولها، وهذه مش غريب على مكثر، نحن ديجا في الأثار. وعلى امتداد يومين يتنافس فرسان من الجهة ومن عدة جهات ضمن مسابقة عروض المداوري التي دأب